السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا علي جبت لكم اياه اليوم. اذا اول مرة تشوفون القناة هاي فلا تنسى الاشتراك جوا اوكي، وخلي شغل الجرس لان اليوتيوب قام ينطي اشعارات، ولا تنسى تتابعني على السناب، هذا السناب وهذا الانستغرام مالتي، فلا تنسون تتابعوني عليهم. وهذا الفيديو اليوم راح اجاوب فيه الاسئلة مالتكم. وسناب علي بالديسكربشن جوا بالديسكربشن اوكي. وفيديو اليوم راح اجاوب فيه الاسئله مالتكم، وانا اعتذر على الاطاله يعني انه طولت ما نزلت الفيديو الاجابات، بس والله ميرتي والله العظيم ما عندي وقت. تمام يلا نكمل. اول شيء ارد اشوفكم شغله بس قبل ما ابدا. تمام يلا اشوفكم اياها وكمل. شوف شكل مرتب. يلا خلينا نبدا هسه نجاوب على اسئلتكم، لان هسه يلا صار لي وقت والله العظيم يلا ارد على الاسئله والله جديات، لان ما يصير لي فرصه ولا مكان ولا وقت. تمام فراح نبدا باول سؤال. اول سؤال من منو؟ زوزو ام دي. طبعا زوزو ام دي متابعتني من دبي. وعلاوي رجل علم، شلونك؟ شلونك؟ شو اخبارك؟ زوزو ام دي طبعا من اول متابعين. اي اوكي، من اول المتابعين ودائما تعلق دائما يشاهد، فشكرا لك هواي هواي. وسؤالها انه اول شيء اذكر اسمي. تمام اوكي ذكرناه، وانا متابعتك من قبل اوكي. تحياتي. اما سؤال، شنو رايك بعلي المرجاني وش قد عمرك واثرت وغرب على نفسيتك لولا؟ اما بالنسبه للفلوق كلش حلو. تمام شنو رايك بعلي المرجاني؟ يعني علي المرجاني يعني خرافي، يعني كلكم اوكي. وش قد عمرك؟ عمري مواليدي 94. تمام واثرت الغربة على نفسيتك لولا؟ اكيد يعني طبعا انه هو مو غربة واحدة، انه عايش وحدك انه هاي تأثر، عرفت شلون؟ يعني انه شو اقول؟ شلون اثرت على نفسيتي؟ يمك شنو؟ يعني علي يمي علي يمي علي يمي نسيك اثر امك وابوك اخوك فدوي قلبك. المهم ثاني امتحان شنو؟ ثاني سؤال من بسمة دون ذا، ما ادري اسم بالتركي ما ادري هو هيك. المهم سؤال، من طلعت للخارج شلون بدايتك وشلون تأقلمت بدون اهلك؟ ارد اسوي هيجي بس عيب يعني يشق حلقي. تمام انه اول شهرين ثلاثه يعني تموت، بعدين تتاقلم ويا الوضع شوي شوي، نتعود وحدك. اول شيء تسوي تتعلم تطبخ، لان اكل المطاعم راح تلعب نفسك منه. ثاني شيء تطلع وحدك، وانا عمري ما طالع وحدي لليوم، ما اعرف اطلع وحدي جديا. ويا الوقت مرحبا شفيدي تشيكيوروز. 12 seconds later. البداية بدون الأهل يعني كلش صعبة، خاصة إذا كانت بغربة يعني مو بلد مثل بلدك. الثالث سؤال من مينا أميان سارة. Where is Ali؟ هذا علي. أميان سارة. أميان. Good luck. وشرف بيك ومحمد. رابع سؤال من محمد العراقي، منا وترجع للعراق؟ فدوى جاوب، فدوى لقلبك بعد روحي، انه اني فدوى تجاوب هاي اجابكم تعليقات واجاوبكم فيديو واجاوبكم كل شيء على راسي كلكم والله. منا وترجع للعراق ان شاء الله، بس كمل دراسه ان شاء الله، الله كريم وراها. سولف لنا عن حياتك باختصار. شو سولف لك عن حياتي؟ اول شيء انا عايش وحدي، ثاني شيء ان اهلي بالعراق، ثالث شيء عندي اصدقاء واصدقائي كلش حلوين، يعني علي ورمضان محمد عبد الرحمن الباقي عن ما ذكرت اساميهم يعني كلهم على راسي. يعني ما شاء الله ما مقصرين وياي والله، ولا محسسين انه انا بغربه ابدا. ورده حياتي بصوره عامه، دراسه يعني مو دراسه، هو جامعه بيت جامعه مو دراسه جامعه. يعني يا احمد، شلون تعلمت اللغه التركيه يعني ثالث متوسط يصير ادرس بتركيا؟ ورده شلون تعلمت؟ انا تعلمت من الشارع اول شيء، انه ما دخل ما اعرف اقرا واكتب، اعرف بس احكي. و ثالث متوسط يصير ادرس تركي يصير، حتى لو اول ابتدائي كل مراحل عادي يصير مدارس تركيه واكو مدارس عربيه هنيني. ايلاف ليت. ايلاف طبعا منهم من اول متابعين ودائما اتذكرها، لان دائما تقول يا من الجو يا من الباميه يا من المشتاقه يا من المدري شنو. المهم الاسئله، تشجع الرجع للعراق؟ طبعا اشجع، طبعا اشجع والله، كل شيء بالعراق احسن. بالقران اللي عايشين بالغربه كلكم تعرفون ان كل شيء بالعراق احسن، يعني معيشيا شغليا حياتيا ونسيا مزاجيا كلها احسن.
والله العظيم. من يشجعك تفتح قناة؟ ما حد شجعني افتح قناة. انا من زمان واسي تصوير، عن كنت من 2011 تقريبا انزل صور على الانستغرام، بس الصور ثابته مو فيديوهات. وشوي شوي انه حبيت انه عشان اليوتيوب انه يخليك تلتقى بناس اكثر او تتعرف على الناس اكثر، يكثرون اصدقائك، عرفتي شلون؟ شلون تعلمت تمنتج هالفلوجات، المونتاج وهالسوالف. طبعا انا بال 2012 تعلمت على ادوبي ايديشن، يسموه اديشن، اللي هو تعديل الصوت. ما تعديل الصوت لان كانوا اصدقائي يحبون يغنون، فانا كنت اهندس لهم الصوت. وراها تعلمت على الصور، ما صور اول، هو من قبلها متعلم على الصور بس مو ذاك المستوى، لان كنت اعدل بس صور، بس صور ننشرهم بالانستغرام. ويعني شيء على تصميم كلها، يعني كلها تصميم. شوي شوي تعلمت المونتاج، واذا يهمكم البرنامج فهو ادوبي بريمير. ما دام صرت مشهور بالسوشيال ميديا، بعد ما صرت مشهور بالسوشيال ميديا ابدا، وكفلوجر شجع افتح قناه محتوى فلوجات، بما انه انا عراقيه عايشه بهولندا، او لا انا اسف على الاطاله. اذا تحسين عندك القدره، واذا تحسين عندك الامكانيه انه تفتحين القناه، وتحسين انه اكو ناس راح تتونس وياك وعندك شيء مميز، فسويه. ابد لا ترددين، ابد لا ترددين، والشيء ما دام انت عاجبك يعني سويه، ما لا تهتمين براي احد، لان الناس الباقيين ما عايشين حياتك، عرفتي شلون؟ فيعني الشيء اللي تريديه سويه بدون ما تفكرين بدون ما هاي. يعني هيك عايش حياتي يعني على نفسي. اسف على طاله، لا ما عاد اللوفتي غاليه. ليش قررت تدرس التركي، وليش هذا الاختصاص الاخراج كان حلمك من الطفوله؟ هذا منو؟ والله ما مكتوب الاسم، جديات ما مكتوب الاسم. ليش ادرس بتركيا؟ شوف يعني احنا طلعنا بسبب الظروف، اول شيء طلعنا انا واهلي، فوراها انا سجلت بجامعه. اوكي رجعت الظروف الحمد لله زينه بالعراق، فاهلي رجعوا لان كونه شغلهم هناك ما يقدرون يبقون هنا، وانا تعقبت بالجامعه هنا خلاص بقيت يعني ما اقدر اسوي شيء بعد. واما دخلت هندسه كمبيوتر احبها يعني، وبصراحه كان نفسي معماري اكثر، بس يعني صارت. الاخراج ايه كلش احبه، لان انا يعني كل واهسي انه بيت جامعه شارع ما ادري شنو، لو تصوير لو دا منتج لو دا اسوي شيء لو، يعني حتى السناب شات والانستغرام ما ادري شنو يعني اداريها الصور قبل ما انزلهم، عرفتي شلون؟ طيب احمد تقول الدراسه صعبه، لا هو كل شيء شوف كله نفس المستوى، حتى التربيه رياضه يعني هم صعبه، اذا ما تقرا ما تنجح، ماكو شيء سهل وماكو شيء صعب، يعني اللي يقرا سهل واللي يقرا صعب. طبعا بتعب يلعب على قولة علاوي، علي مرتبط لو انا وعلي قاعد يمي. هاي جيلات سايل ما ادري شنو، علي مرتبط لو لا؟ انا ما عندي بس حب الله والوطن كذا. المهم لا ما مرتبط للاخير. اوكي من هاي هم جيلاس، طلب صغير بس قل لعلي اكو عراقي عايشه بلندن حيل معجب بيك، والله شنو اللي يريد اسويه له، والله من شفته باول فلوج لحد اليوم 24 ساعه افكر فيه، وبليز وصل رسالتي الله يوفقك. هاي قدامك وصلتها جيلاس سي، هاي ما ادري شنو جيلاس، ما ادري شنو جيلاس قدامكم وصلتها. انا اخت عزيزه رايد من بس شغله واحده، الدعاء وصلاتك بس. اوه ما عندي شيء عرفت. قلبك عامر بالإيمان، لا إله إلا الله وحسب الله ونعم الوكيل. هلا أحمد الشانك روان، هاي ها روان تحياتي ليش روان. هلا أحمد الشانك، أحمد جامعته كم تفتح اختبار يوصل السنة؟ والله ما أعرف، ما أعرف والله ما أعرف، أنا يعني ما عندي علم، يعني أنا أكثر مجرد طالب بالجامعة، يعني لا أشتغل بها ولا أي شيء، عرفت شلون؟ أحمد جامعته كم أكو أقسام ضمن التقديم الحكومي؟ لا ما خاصة، تماما خاصة يعني. هذا ديش أمور؟ حد يحمى عليك كلش حميان الأخير. طبعا أحمد يشتغل بالتسجيل مال الجامعة، فأكو ناس سألوا أكو أقسام بالجامعة أنه ضمن التسجيل ضمن التقديم الحكومي، يعني أنه تقدم مثلا من يعني شلون اليوس، اي أكو يقبلون هنا اليوس؟ اليوس معترف هنا؟ وين يعني؟ بالجامعة هاي هنا؟ ايه هنا من الطلبة الأجانب ما نحتاج يوس أصلا. زين إذا واحد مثلا يريد يمتحن يوس يقدر من خلال اليوس يفوت على الجامعة؟ من خلال اليوس يفوت يمنا للجامعة، إذا احنا أصلا ما نطلب يوس لو شيء يجي قدم لو شيء يعني خاصة تماما خاصة يعني ما إلا تقديم خاصة. ما نحتاج يوس يعني لا مهم بس سؤاله. بالنسبة للحكومة الحكومي يريد يوس. تمام جوابكم هو، لأن هو أصلا يشتغل بالتسجيل مال الطلاب في الجامعة. تحتاج شيء بعد؟ سلامتك بعد قلبي. عندك كم أخو أخت وعائلتك من تكون؟ بس أخ واحد عندي وأمي وأبوي، الله يخليهم كلهم ويخليكم حيكم إن شاء الله. ليش ماكم مشتاقين لك؟ أنا مشتاق لكم أكثر، بس دا أنشر والله يعني بين يوم ويوم بالتسعة بالليل. ليش ما تنشر بالسناب؟ دا أنشر بالسناب، هواية دا أنشر بالسناب. هلا أحمد شلونك؟ أقول لك جامعتك خاصة
مو زين شلون انفتحت ضمن تسجيل حكومي؟ ماكو تسجيل حكومي، منو قال لكم؟ هي خاصه وتسجيلها كلها خاص، يعني ماكو اي تسجيل حكومي. اذا تزوج اول طفلك لك ايش تحب تسميه؟ ما اعرف والله، ابد ما فكرت صراحه. تحب منو اكثر، امك لو حبيبتك؟ امي يعني، يعني حيل سخيف السؤال، يعني امي يعني الله اكبر، يعني افضل وحده عرفتها بالصدفه على امي. حبيبتي تعوض بس امك تعوض. شو وقت تجي للعراق؟ في الصيف ان شاء الله. شو وقت تتزوج انت؟ ليش؟ بعدني بعدني شاب و احمد لا تبغى احمد لا حق على التعقيل. شو وقت تتزوج يقولوا لي يا ابو عمي والله ما ادري ليش تتزوج؟ طوبتنا وقعت عليكم تقبل اخذها؟ شو المعنى بها شيء؟ ما افتهمت. شقل ام خرب شقل ام من اروح كسرت الطوبة كسرت الطوبة لو قاتك حلوة وانت انسان عفوي ربي يحفظك واستمر ومن الطبيعة انسان تابعينك القدماء. انا اشهد عفوية والله، ترى عفويتي لسه تار يعني كل شيء ماكو قبل حتى هو ما يهم شو مخربط شعره وديك صور هاي الحلوة اموت على الانسان العفوي. تابعينك القدماء، ترى انا عمري ما ناسي احد، اذا انتم يعني دائما تتابعوني واذا متابع جديد فهلا بيك، بس المتابعين من زمان يعرفوني يعني ترى مصادق الكل انه صاير انه متكبر له يعني ان شاء الله انسان بسيط والله متواضع جدا فدوى قلبك والله شهاده مو قد يعني مو قدامي فدوى قلبك متواضع الى درجه انا ما واصل لحد شنو اهم شيء بحياتك ما تقدر تعيش بدون امي؟ امي اكيد يعني يعني امي اكيد نفس. واذا الشيء شيء تقصدون مو انسان كاميرا كاميرا يا بشر. شو وقت تخلص دراسة؟ من عرفتك وانت تدرس كافي عاد ما مليت. هي متى تخلص شو اسوي لها؟ مو اني اخلص شيء وافوت بشيء انه ما ماكو شيء التهي بيه، عرفت شلون؟ يا الغانين وصلنا صار الليل، طبعا انا نسيت اختم من كنت اجاوب على اسئله فصار الليل ورجعت للبيت هسه. ان شاء الله جاوبت كل اسئلتكم، واللي عنده بعد سؤال خليه يجاوب بالتعليقات، واللي ما مشترك في القناه خليه يشترك، واللي ما مخلي لايك لي هسه خليه يخليه لا تنسى، اوكي؟ وازم اصدقائك على القناه يا ريت لانه يعني نحتاج دعمكم جديات يعني، وان شاء الله على راس السنه عندي هديه لكم كلش راح تعجبكم ان شاء الله. فيلا احنا نقول لكم باي 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 يا حلوين.